تعهد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الاحمر بعدم التراجع عن هدف استعاده الدوله والشرعيه في بلاده مهما كانت الصعاب وقال الفريق محسن ان هدف استعاده الدوله والشرعيه يمثل الطريق الامثل لامن اليمن واستقرار المنطقه ووقف تدخلات ايران ودعمها المسلح للميليشيات الطائفيه والعنصريه. يأتي ذلك على خلفية الهجوم الحوثي على قاعدة العند الجوية وأشار نائب الرئيس اليمني إلى أن الهجمات الحوثية التي تهدد الأمن والسلم الدولي تمنح اليمنيين والمجتمع الإقليمي والدولي القناعة والإصرار بضرورة العزم على قطع دابر ميليشيا الإرهاب الحوثي وأخضاعها لقوة الدولة وسلطة النظام والقانون إلى ذلك شدد وزير